انطلق بمدينة الأقصر المهرجان القومي للتحطيب في دورته 12. تشارك في المهرجان هذا العام فرق بني سويف والمنيا وأسيوط والسوهاج وقنا والأقصر وملاوي والشرقية للفنون الشعبية وشيوخ اللعبة من نفس المحافظات ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعب التحطيب. ولعبة التحطيب هي رياضة قتالية عرف بها أهل الصعيد الذين ورثوها عن المصريين القدماء منذ آلاف السنين، ووجدت نقوشها على جدران المعابد الأثرية في الأقصر والمنيا. أكبر ولأن اللعبة مرتبطة بالساحات، والساحات دايما بيقام فيها الأفراح والموالد، وفي نفس الوقت في خلفيتنا معبد الأقصر باعتبار أن اللعبة تم معرفتها من خلال النقوش على جدران المعابد، وفي نفس الوقت عرفناها برضو من النقوش على جدران مقابر بني حسن في المنيا. عايزين نقول أنها لعبة مصرية أصيلة تم تسجيلها بمنظمة اليونسكو عام 2016 باعتبارها تراث ثقافي غير مادي. لعبة مصرية أصيلة، عنوانها الدفاع عن النفس، القوة، الشجاعة، والزهو والانتصار والفرحة. رابع سنة على التوالي مشاركين في مهرجان التحطيب من محافظة المنيا. احنا مشاركتنا كل سنة في شهر 12 بنيجي بنحضر مهرجان التحطيب. احنا معودين هنا كل سنة نيجي من محافظة المنيا ومحافظة الأقصر ومحافظة أسيوط ومحافظة سوهاج ومحافظة جنة، يعني كلنا مشاركين مع بعضينا. احنا مشتركين في المهرجان التحطيب ده من اول بداية المهرجان نفسه من سنة 1995. كل عام ينشأ فيه المهرجان هنا في ساحة ابو الحجاج احنا بنكون من ضمن المجموعة اللي هي مشتركة في المهرجانات. لعبة التحطيب لعبة فرعونية قديمة، ونحن الان بنحافظ على هذه اللعبة، وبقت يعني اللعبة منتشرة في جميع قرى محافظة أسوان وفي قرى محافظة الأقصر وقرى محافظة قنا وكذلك سوهاج والمنيا وأسيوط